كلمني عن فكرة التحول للتمثيل. هل أنت شايف كابتن أحمد بلال بيسير على خطى كابتن صالح سليم وأحمد صلاح حسني وكابتن إكرامي؟ لا، انا مختلف عن هؤلاء الثلاث. انا يعني هقول لك، انا الاعمال اللي انا بمثل فيها انا بنتجها. انت منتج لنفسك؟ تمام، مش لنفسي يعني، انا بنتج الاعمال، مش بنتج لنفسي. انا مش انا مش انا مش قايم بدور البطوله. لكن انا بكتشف النجوم، انا بحب اكتشف النجوم. يعني شايف هتدي كويس في مجال السينما في الفتره الجايه؟ هتدي. انا والله انا على فكره بكتشف ناس بجد يعني. يعني هقول لك على حاجه، انا اشتغلت معايا ريم مصطفى في احنا عندنا اولا، بس خلي اعرفك برضو الشركه بتاعتنا، الشركه اسمها ايما لاين للانتاج والتوزيع. معايا شركه الدكتور ايمان ابو الدهب، دي كانت مدير عام التسويق في مدينه الانتاج الاعلامي، حد يعني بروفيشنال جدا في الشغلانه وبيفهم جدا. اكتشفنا كابتن ايه؟ اكتشفنا. يلا. فاحنا عاملين توليفه حلوه الحمد لله في الشركه، وبنتارجت الشباب. الشباب يعني اي موهبه في اي مكان في المواضيع. ممكن بنتارجت الشباب في المواضيع اللي بنقدمها للناس. تمام، ودي حاجه ما حدش بيشتغل عليها في يعني ممكن تتبنى مؤلف كويس شاب. طبعا. ممكن تتبنى طبعا. انا المؤلف اللي اشتغل معايا طبعا مؤلف جديد وطلعناه للسوق. تمام، وحد كويس جدا 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 محترم يعني. حتى كمان العناصر اللي بنشتغل بيها يعني. تمام، يعني انا اديت بطوله مطلقه لاحمد زاهر في مسلسل سوشيال، وراجل ابدع وامتع وعمل حاجه كسرت الدنيا. اديت بطوله مطلقه لريم مصطفى. تمام، وكان المسلسل اللي كسر الدنيا.